صديق أتى من بعيد، ببغاء بلون العيد، طار فوق البلدات يجمع لنا الحكايات. رانيا ستغني لنا برسومها تمتعنا، ونون أبدا لا يتعب، يسأل يفكر يلعب. الغيمة تمشي. ماذا؟ الغيمة تمشي يا نون. أي غنمة؟ الغيمة وليس الغنمة. ما بها؟ إنها تمشي. نعم، عندما تغطي الغيمة الشمس يصبح الطقس غائما. ولماذا تصرخ هكذا؟ ماذا؟ لماذا تصرخ؟ أنا لا أصرخ. حسنا، إنه يصرخ. رانيا. نعم. ماذا تفعلين؟ يا زاهي، لقد حل فصل الخريف وأنا أستعد لقدوم فصل الشتاء. أخرجت ثياب الشتاء وأضع مكانها ثياب الصيف والربيع. ثياب للخريف والشتاء وثياب للربيع والصيف. أنا ليس عندي سوى هذا الريش لكل الفصول، للخريف والشتاء والربيع والصيف. نون، إلى ماذا تستمع؟ ماذا؟ إلى ماذا تستمع يا نون؟ إلى موسيقى جميلة اسمها الفصول الأربع. هذه السماعة ستضعف سمعك. ماذا؟ ماذا تقول يا زاهي؟ هذه السماعة ستضعف سمعك. نون. رانيا؟ ماذا تفعلين؟ نون. لقد جاء فصل الخريف وأنا أستعد لقدوم فصل الشتاء. وأنا ليس عندي سوى هذا الريش لكل الفصول، صحيح، الخريف والشتاء والربيع والصيف. فصول أربعة. هذه أنا هكذا. لعبة ممتعة يا ران. ها؟ تلعبون من دون نون؟ كنا في انتظارك يا نون. جيد، ما هي اللعبة؟ هذه لعبة الفصول الأربعة. حسناً. انظروا جيداً. نعم. عندنا أربع صور، كل صورة من هذه الصور تناسب فصلاً من فصول السنة. حسناً. عليك أنت وزاهي والأصدقاء أن تحددوا الفصل المناسب لكل صورة. هيا نبدأ بالصورة الأولى. حسنا، هيا يا نون. أي فصل يناسب هذه الصورة؟ حسنا، سأفكر. فكروا جيدا. فكر يا نون. رانيا ماذا؟ فكرت. فصل الخريف طبعا، في الخريف تفتح المدارس. حقا؟ نعم. لنرى. واحد، اثنان، إنه فصل الخريف. في الخريف تصفر أوراق الشجر وتبدأ بالتساقط. والآن الصورة الثانية. يا زاهي. دوري أنا. نعم، صورة المعطف. أي فصل من فصول السنة يناسب صورة المعطف؟ أنا لا ألبس معطفاً أبداً يا رانيا. وأنا أيضاً لا ألبس معطفاً أبداً يا رانيا. إذن أنتم أيها الأصدقاء، أي فصل من فصول السنة يناسب صورة المعطف؟ أنا أعرف. أنت تعرف؟ يرتدي الناس المعطف في فصل الشتاء، المعطف يناسب الشتاء. لنرى. واحد، اثنان، ثلاثة. صحيح يا زاهي. شكرا. أحسنتم، إنه فصل الشتاء. نعم، فصل الجو البارد والمطر. جو الماطر. والآن الصورة الثالثة. صورة عائلة في حديقة خضراء. أي فصل يناسب هذه الصورة؟ هيا يا نون. أي فصل؟ رانيا أنا متأكد أنه فصل الربيع. متأكد يا نون؟ نعم، فصل الربيع. لنرى. يعني فصل الفراشات والزهور. واحد، اثنان، ثلاثة. نون. إنه فصل الربيع، فصل الفراشات والزهور. هيا، الصورة الأخيرة. أي فصل
من الفصول يناسب هذه الصورة. أي فصل؟ فكروا جيدا. تعبر عن فصل الصيف. فصل الصيف؟ نعم، فصل السباحة والاستمتاع بالعطلة على الشاطئ. كم أحب اللعب على شاطئ البحر في الصيف. وأنا أيضا كم أحب اللعب على شاطئ البحر في فصل الصيف. لنرى. واحد، اثنان، ثلاثة. صحيح، إنه فصل الصيف، فصل الشمس والبحر. زاهي 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 زاهي، ماذا تفعل يا زاهي؟ يا زاهي، أنا أتدرب على السباحة. لكني أعرف أنك لا تجيد السباحة يا زاهي. زاهي لحظة يا زاهي، لحظة لحظة لحظة. وما العمل يا نون؟ أين ذهبت؟ أنا ذهب؟ قادم. ما هذا؟ زاهي، هذه عوامة لك، تفضل. طالي أعطي لزاهي من فضلك. هذه لزاهي؟ شكرا يا نون، شكرا. هيا هيا إلى البحر زاهي، هيا 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 إلى البحر. حسنا، طالي إلى اللقاء. التحية نافذتي مع لحن أغنيتي، ضيئي لي نهاري بالنور والأفكار. خذيني للأصحاب وعالم الألعاب، صليني بالصغار برفقة الكبار. افتحي يا نافذتي مع لحن أغنيتي، مع لحن أغنيتي. طيب رانيا. نعم. أتعرفين تلك الشجرة الكبيرة التي في الحديقة؟ طبعا أعرفها، ما بها؟ أراها كل فصل في ثوب مختلف. في الشتاء أراها تلبس ثوبا من أغصان متشابكة. أغصان ليس لها ورق. صحيح، ليس لها ورق. وفي الربيع يكون ثوبها مزينا بالأزهار البيضاء المتفتحة. ما أجملها. انظروا، جميلة جميلة. أما في الصيف فترتدي ثوبا أخضر بديعا. انظر يا نون، ما أجمله. وفي الخريف تلبس ثوبها الأصفر الجميل. في الخريف. رائع، ما أجمل هذا يا زاهي. في كل فصل تلبس الشجرة ثوبا مختلفا. رانيا، هل الشجر حقائب؟ الشجر حقائب؟ نعم حقائب. لا يا نون، وما حاجة الشجر إلى حقائب؟ زاهي قال إن الشجرة تبدل ثوبها كل فصل. نعم. يعني أين تضع الشجرة ثوبها الصيفي عندما يأتي الخريف ثم الشتاء؟ ليس في حقائب؟ يا نون، الشجرة لا تحتفظ بأثوابها، فكل فصل يجيء يحضر معه للشجرة ثوبا، وعندما يرحل يأخذ معه هذا الثوب. يعني ليس للشجر حقائب. لا يا نون، لا يا نون، لا. أنا اعتقدت أن الشجرة لا حقائب. حقائب يا نون. مفاجأة مفاجأة، حان وقت المفاجأة. يا ترى ما هي؟ يا ترى أين هي؟ في صندوق الألعاب أم صندوق البريد؟ هل هي خلف الباب؟ أتي من بعيد. مفاجأة مفاجأة، ستظهر المفاجأة. نور زاهي. أهلا رانيا، أهلا أهلا. ما رأيكما بهذه المفاجأة؟ مفاجأة؟ أنا لا أرى أي مفاجأة، أين هي المفاجأة؟ يا نون، المفاجأة في هذا الكتاب. هل ستقرأين لنا قصة من هذا الكتاب يا رانيا؟ نعم نعم، احكي احكي لنا قصة جميلة. لا لا، هذا الكتاب سيأخذنا في رحلة إلى الفصول الأربعة. رائع، نحن مستعدون للرحلة، هيا هيا. هل أنتم الفصول الأربعة يا رانيا؟ طبعا. رحلة؟ طبعا. هيا هيا يا رانيا. هل أنتم مستعدون؟ واحد. إذن هيا بنا. واحد، اثنان، ثلاثة. هذا فصل الخريف. رانيا يا رانيا، أوراق الأشجار صفراء. صحيح، في فصل الخريف تصفر أوراق الأشجار وتبدأ بالتساقط.
فصل الخريف. زاهي، نحن الآن في فصل الشتاء. فصل الشتاء جميل يا رانيا، لكنه بارد. صحيح يا نور، لهذا نلبس ثيابا سميكة. زاهي، هل تشعر بالبرد؟ ليس كثيرا، فالريش يمنحني الدفء. ما أجمل الربيع. أنا أحب فصل الربيع كثيرا كثيرا كثيرا. في الربيع يكون الجو دافئا والزهور متفتحة. وفي فصل الربيع تكثر الرحلات ويستمتع الكبار والصغار بالتنزه في الحدائق. أحب الرحلات، أحب الربيع، أحب فصل الربيع. وها هو فصل الصيف. فصل الصيف، فصل الفرح والمرح. فصل الصيف هو فصل الاستمتاع بالعطلة. صحيح. ما رأيكما هل نعود؟ لا 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 ربي، لا لا، سنبقى مزيدا من الوقت. نون، فصل الصيف. إذا نحن سنبقى هنا. نعم، سنبقى. إلى اللقاء. إلى اللقاء، سنبقى. إلى اللقاء، إلى اللقاء. في موعدنا غنينا وتسلينا ولعبنا وتمنينا، انتظرونا كل يوم نأتيكم في موعدنا. نلعبوا ألعابا جديدة ونقضي أوقاتا مفيدة، انتظرونا كل يوم وغدا غدا لا تنسونا. غنينا وتسلينا ولعبنا وتمنينا، انتظرونا كل يوم نأتيكم في موعدنا. وغدا لا تنسونا، وغدا لا تنسونا.